الركن الخامس من أركان الإسلام. ركن بينجا إج ركن إسلامياتي. حج بيت الله الحرام. تهاري حجي. لمن استطاع إليه سبيلا. كيجان إنسان إج إمكانياتي ويدوه. الحج يجب في العمر مرة واحدة. حج حياة تتجاري كي ترى فرزة. على المستطيع. هاركي أوجي إمكانياته ويهبه. أما غير المستطيع لا يجب عليه الحج. أما هاركي إنسانك قدرته ويدا تنبه نكربه لرا حج واجب نينة فرز نينة. هذه أركان الإسلام الخمسة. أمنا بنج ركن إسلامياتنا. بني الإسلام يعني البناء هذا إسلام يقوم على أركان خمسة. سواج أم قريب زمن إسلاميات قادي خانيكا كيه أواجي تشار ركن وينه تشار بنج عمود وينه إسلاميات سروان بنج عمودها جاكي كرنه.